يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول علي دين لأبي وقد تيسر لي أداء الحج، فهل يقول علي دين لأبي وقد تيسر لي أداء الحج لهذا العام، فهل لي أن أستأذن من أبي في تأخير الدين أم أن قضاء الدين أولى من الحج؟ قضاء الدين أولى من الحج، والحج موسع ولله الحمد، إذا أيسرت فيما بعد تحج. نعم.